السنة الماضية تسببت الفيضانات بمدينة تارودانت في أضرار كبيرة، وعاشت المدينة حصاراً دام حوالي 30 يوماً تقريباً. لهذا السبب شرع في إنجاز هذا المشروع، مشروع لحماية تارودانت من الفيضانات والحد من حجم الخسائر. مزيانة إلا دارت قنطرة مزيانة منفعة لكل شيء. الناس عامل أولني درا قعدنا هنا شي شهر ولا قريبا شي شهر تقريبا، مرات تقطع مرات تسد مرات. لهاد الناس ديال تارودانت فهمتي كانوا كيعانيو، ملي كيدوز الواد كتقطع. كانت هذه ديال الفريجة فهمتي، هذا الطريق الثانوية كانت حلت واحد نص ديال المشكل. دابا بلي تصوبات هذه غيكون مزيان. مشروع رصدت له اعتمادات مالية بقيمة 53 مليون درهم تقريبا. المشروع سيرى النور خلال 20 شهرا. الطول ديال هذا المشروع كيبلغ 374 متر، بالإضافة للمنشآت ديال تفريغ الحمولة اللي هما منشآت إضافية. المشروع حاليا على مستوى الأسس، هذه الأسس هما تقريبا كينزلوا حتى 16 متر تحت المستوى الطبيعي ديال مجرى المياه. تارودانت في السنوات الأخيرة، في ثلاث سنوات الأخيرة، عرفت واحد الفيضانات اللي جعلتها كتنقطع على العالم الخارجي ديالها. إذا هذه المنشأة إن شاء الله غادي تحل بصفة نهائية هذا المشكل، هذا الإقليم ديال تارودانت والسكن ديال تارودانت اللي غيكون عندها واحد الأهمية كبرى، لأن كتعرفوا واد سوس كيجيب تل تقريبا 3500 متر مكعب في الثانية ديال الماء. إعادة تأهيل وادي سوس وتصحيح مجراه وإنجاز هذه القنطرة الكبيرة سيساهم بدون شك في تقليل خطر الفيضانات والنقص من حدة الكوارث.